الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي. ومسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وسط تدابير مشددة لمكافحة كورونا. كل تحية إلى حضراتكم. نشرت الأخبار هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفي تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي إنه يطيب له أن يتقدم لشعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا لله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته وأن ينعم علينا بالخير والبركة. أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وعلى المملكة ولشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار. من جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل الخير والازدهار والتقدم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ في وقت سابق المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم. هذا وقد تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة الهاتفية بحلول عيد الأضحى المبارك مع عدد من القادة والزعماء العرب، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما تبادل الرئيس التهنئة الهاتفية بحلول الأضحى مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس العراقي برهم صالح. هذا وقد هنأت السيد انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقالت قرينة الرئيس في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إن عيد الأضحى مناسبة جليلة تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء. قال دكتور نوح عبد الحليم العسوي وكيل وزارة الأوقاف في خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة إن عيد الأضحى هو يوم جمع فيه العلي القدير شرف الزمان والمكان. هذا هو عيد الأضحى المبارك لله تعالى، فيه نفحات لله تعالى، فيه رحمات لله تعالى، فيه تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح لله تعالى، فيه تمجيد وتقديس، لأن الله تبارك وتعالى جمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. وقال الدكتور نوح عبد الحليم وكيل وزارة الأوقاف إن عيد الأضحى المبارك يوم تضحية وفداء وبذل وعطاء في سبيل الله. إذن هذا هو يوم العيد
يوم التضحية والفداء، يوم البذل والعطاء في سبيل مرضات الله رب العالمين. وللتضحية أنواع ومجالات كثيرة، منها تضحية بالمال، ومنها تضحية بالنفس، ومنها تضحية بالوقت والجهد والعرق، ومنها تضحية بالعلم والفكر من أجل إسعاد الآخرين. وكما تابعتم، كان عدد محدود من المواطنين قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة تطبيقا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وحددت وزارة الأوقاف مسجد السيدة نفيسة كمسجد أوحد على مستوى الجمهورية لإقامة صلاة عيد الأضحى تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد التزام المحلات والمنشآت بالإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، سواء فيما يتعلق بمواعيد الغلق أو بطاقة الاستيعابية للمنشآت التجارية والمحال وعدم وجود أي تجمعات، إضافة إلى متابعة غلق الحدائق والمتنزهات. وقال إنه تم تجهيز 23 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان، محذرا من توقيع غرامة قدرها 3000 جنيه كغرامة للذبح في الشوارع. رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف المرافق الحيوية، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا في محافظة الجيزة. جولات تفقدية لمحافظ الجيزة في مختلف الأحياء كان الهدف منها توفير الخدمات للمواطنين أثناء فترة العيد، والحفاظ على الصحة العامة، والتشديد على حظر الذبح بالشوارع والحد من التجمعات. بقول للجميع كل سنة وانتم طيبين. قدرنا ان احنا متواجدين في الشارع، وده شرف لينا خدمة المواطن المصري. علينا ان احنا نلتزم، علينا احنا متواجدين في الشارع طول العيد. احنا ما بنعيدش، بنبقى يعني سعادتنا ان احنا المواطنين تبقى مرتاحين، وان الخدمات بتؤدى ليهم على افضل ما يكون. ان شاء الله يعدي العيد على خير وعلى افضل ما يكون. محافظة الجيزة جهزت 23 مجزراً لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان مع فتحها للجماهير، حيث أكد بعض القائمين على المجازر أنه يتم توقيع الكشف الطبي على الأضحية قبل الذبح والتأكد من صلاحيتها. احنا الفترات اللي فاتت كنا بنعمل توعية للمواطنين ان هم يحافظوا على منازلهم نظيفة، ويحافظوا على الشوارع، ما حدش يذبح في الشوارع، ما حدش يذبح في المنافس خارج المجازر، والمجازر بتاع المحافظة كلها مفتوحة لاستقبال الأضاحي. حضرتك احنا عندنا المجازر منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، في جميع المراكز ومدن المحافظة مفروض في المجازر بتاعتنا موجودة ومفتوحة من بعد صلاة العيد اليوم. كم يوم جانا تعليمات بعدم الذبح خارج المجازر، فبلغنا وعدينا بعربيات بعدم البدء ذبح الأضحيات خارج المجازر، وبالفعل عندنا حي الوراء من الناس الملتزمة وبدأوا يلتزموا بذلك. احنا لينا من قبل الفجر واحنا بنمر كله ملتزم، واكتره بيذبح داخل المجزر، مفيش حد بيذبح بره يعني. وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية خلال ايام عيد الاضحى المبارك لمتابعة التزام المحال بالمواعيد المقررة والمنشآت بالاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، اضافة الى الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات. حملات رقابية مكثفة على المنشآت والمجازر والحدائق العامة من جانب المسؤولين خلال عيد الأضحى المبارك، حملات وجولات تستهدف التأكد من الإجراءات الوقائية والالتزام بها للحفاظ على سلامة المواطنين. أسماء حسن، النيل. حققت مجازر القاهرة رقما قياسيا في المذبوحات خلال شهر يوليو الجاري، حيث قامت بذبح نحو 100,000 رأس ماشية، منهم 70,000 في مجزر البساتين الذي يعد أكبر مجازر منطقة الشرق الأوسط. ويستعد مجزر البساتين على وجه الخصوص لذبح أضاحي العيد خلال كل أيام العيد.
شهد المواطنون الذين توافدوا منذ الصباح الباكر لمجزر البساتين مراحل ذبح الأضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز صلاة العنابر لجميع أنواع رؤوس الماشية مزودة بإمكانيات ومواصفات محكمة تساعد في تقليل زمن الذبح. بعد التأكد من انتهاء صلاة العيد تم فتح العنابر وتم دخول المضحيين في الصلاة المخصصة ليهم، وتم دخول الجمعيات الخيرية في العنابر المخصصة ليهم، والشغل الحمد لله السنة دي في إقبال شديد عن العوائل العام السابق. الأضحية لها شروط، إنها بيكون من بهيمة الأنعام بمعنى الإبل، وكون بشرط إن سنها لا يقل عن 5 سنوات، والأبقاء والجاموسي اللي هي المسنة يعني السن لا يقل عن 2، ومن الضائن المعز لا تقل عن 1، واللي هو الضائن اللي هي الأغنام لا تقل عن 6 شهور اللي هي العجزة. بعد كده أنت بتنقل الأضحية بتديها هدي لله سبحانه وتعالى، لازم تكون خالية من الأعراض الماضية البينة، تكون سليمة ما تكونش عرجاء ولا تكون فيها عوي واضح بين، وفي نفس الوقت تكون بصحة جيدة. مراحل عديدة تمر بها الأضحية عقب إتمام عملية النحر تحت إشراف الأطباء البيطريين، حيث يقوم الجزار بشطر الذبيحة نصفين ثم تقطع إلى أجزاء صغيرة، وذلك بعد رفعها على أوناش مجهزة. بنقطع الذبيحة 4 أرباع، ربعين وربعين الفخذة، ونرحلهم بره على العربيات بره. وعن جد الدكتور كشف عليها قبل الذبح، فالحمد لله يعني الموضوع كويس، وبعد ما بتتذبح كمان اكيد بيبص عليها برضه، بيبص على اللحمه لو في اي حاجه. مجزر البساتين الالي قد يستقبل ما يزيد عن 39,000 راس ماشيه خلال ايام عيد الاضحى، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا. مجزر البساتين الالي استقبل الاضاحي من المواطنين منذ الصباح الباكر بعد ان خضعت للكشف للتاكد من سلامتها من خلال اطباء بيطريين وكوادر مدربه بالمجزر، قبل البدء في اتمام عمليه الذبح لتقديم اجود انواع اللحوم للمواطنين. من مجزر البساتين الالي، احمد ممدوح، النية. وفي أول أيام عيد الأضحى قامت الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات القوات المسلحة بتهنئة المواطنين المسافرين على طريق القاهرة السويس وتقديم الوجبات والهدايا الرمزية لهم. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قامت الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتهنئة المواطنين المسافرين على طريق بوابة القاهرة السويس من خلال المعزوفات الغنائية وتقديم الهدايا التذكارية لهم. دائما الشركة الوطنية بتسعى لإسعاد كل المصريين في جميع المناسبات القومية والمناسبات الدينية، والنهاردة مناسبة عيد الأضحى المبارك دي مناسبة كبيرة جدا وما نقدرش ننساها، والنهاردة بنوزع هدايا بسيطة جدا على الأطفال، وبنوزع هدايا وجبات سريعة للسادة المسافرين. أجواء جميلة جدا، وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد علينا يا رب كلنا. كل شيء ممتاز بصراحة، كل شيء ممتاز، وحقيقة الدولة عاملة مجهود جبار في تصليح الطرق. حاجة حلوة بصراحة، حاجة كويسة، وأداء مشرف بصراحة للطرق كمان. كل سنة وانتم طيبين، وجعلوا عيد سعيد علينا كلنا. بوابة القاهرة السويس تعد من أحدث أعمال الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة، وتتكون من 36 حارة مرورية وجاري تنفيذ 6 حارات جديدة للتسهيل على المواطنين. طريق زي ما حضرتك شايفاه كده، هو أساساً الطريق ده كان أصبح 3 حارة في سنة 2012. النهاردة 2020 حضرتك شايفة الطريق عبارة عن 6 حارة مرورية في الاتجاه الواحد زائد طبان 2.5 متر، وعرض الحارة 3.65 متر. ليه؟ عشان يصبح الطريق طريق حر والسرعة فيه أصبحت 120. الكلام ده موجود في الاتجاهين، علاوة على 3 حارة للنقل في كل اتجاه، فأصبح الطريق فيه إنسابية وحركة مرور. وكعهدنا بها دائما، فإن قوتنا المسلحة درع الوطن تشارك المصريين أفراحهم وأعيادهم ليس فقط بالهدايا، ولكن بهذه الشبكة الكبيرة من الطرق المتطورة للتسيير عليهم. وكعادتها القوة المسلحة المصرية تحتفل مع المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك، حرصا على نشر مظاهر السعادة والبهجة، وتأكيدا على وحدة وتلاحم كافة أفراد الشعب المصري. وكل عام وأنتم بخير. ندى إبراهيم، النيل.
قام دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة المرضى بمستشفى الفيوم العام للاطمئنان عليهم وتهنئتهم ومنحهم الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. محافظ الفيوم وجه بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة للمرضى والمصابين وتوفير كل سبل الراحة للمترددين على المستشفى. أعلنت مصر للطيران الشركة الوطنية عن تسيير 28 رحلة جوية دولية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إلى خلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم. وأوضحت مصر للطيران أنها ستسير كذلك رحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من جدة، المدينة المنورة، أبوجا، بغداد، موسكو، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقارب 2500 راكب. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أدى حجاج بيت الله الحرام أعمال يوم النحر أول أيام عيد الأضحى، حيث بدأ الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى، بعدها توفدوا إلى منشأة الجمرات لتأدية هذه الشعيرة بعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم للحج، ثم نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى. استمر رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى ساعة الزوال. وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع، شرع ضيوف الرحمن في رمي جمرة العقبة الكبرى بعد اكتمال وصولهم إلى مشعر منى، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في المزدلفة، ليعقب ذلك أداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية. رمي جمرة العقبة الكبرى استمر من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى إلى ساعة الزوال، ويبقى الحجاج في مشعر منى خلال أيام التشريق الثلاث ويكملون رمي الجمرة الثلاث. وينعم الحجيج خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث قدمت سلطات الحج السعودية للحجاج حصوات مغلفة ومعقمة لحمايتهم من فيروس كورونا وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وفي مثل هذا اليوم من كل عام يؤدي الحجاج أغلب مناسك الحج، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي ونحر الهدي لمن عليه هدي من الحجاج. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أعلنت نجاح خطتها الاحترازية الوقائية في مشعر المزدلفة وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المشعر الحرام انسيابية دخول وخروج الحجاج وتأديتهم لصلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والخضوع والإنابة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة. في كلمة بمناسبة عيد الأضحى ألقاها وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبثتها قنوات تلفزيونية حكومية، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم أن إقامة شعيرة الحج في ظل وباء كورونا وإن اقتضت تقليص أعداد حجاج بيت الله الحرام، إلا أنها أوجبت على الأجهزة الرسمية المختلفة جهودا مضاعفة. ومع التفشي الواسع للجائحة وتأكيد خطورتها على البشر، فقد اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود جدا من جنسيات متعددة، تأكيدا على إقامة الشعيرة رغم صعوبة الظروف وحفاظا على أقصى معدلات الأمان والسلامة الممكنة لحجاج بيت الله الحرام،
ليؤدوا مناسكهم في أجواء روحانية ضمن إجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وتوفر سبل راحتهم من قبل الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج ووقايتهم، وتطبق وسائل سلامتهم حماية لضيوف الرحمن من مخاطر الوباء وأثاره. ونقدر الثقة العالية من إخواننا المسلمين بما اتخذناه من إجراءات بهذا الخصوص. على جانب آخر، أشادت منظمة الصحة العالمية بدور المملكة السعودية في تنظيم مناسك الحج التي رأت أنها أقدمت على عمل كبير بقصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، حرصا منها على عدم تعريض الحجاج من خارج المملكة لجائحة كورونا. أحب أن أبدأ بتهنئة كل المسلمين بحلول عيد الأضحى، كما أرغب في تهنئة المملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها لجعل موسم الحج هذا العام متسما بالأمان قدر الإمكان، وهو ما يعد خير مثال بشأن الإجراءات التي يمكن للدول وينبغي عليها تطبيقها للتكيف مع الحياة الطبيعية الجديدة، وهو ليس بالأمر السهل ولكنه ممكن الحدوث. فالوباء لا يعني أن الحياة يجب أن تتوقف، ولكن علينا أن نتعلم العيش مع الفيروس واتخاذ الخطوات الضرورية لعيش حياتنا في الوقت الذي نحمي فيه أنفسنا والآخرين، خاصة هؤلاء المعرضين للخطر الأكبر في حالة الإصابة بكوفيد-19. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الأقصى بالقدس المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل سلطات الاحتلال. وفي قطاع غزة، أدى المصلون صلاة العيد في المساجد، واصطف الأطفال في الشوارع لشراء المثلجات والحلوى احتفاء بعيدهم. احتفل الفلسطينيون بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء ليست بسعيدة للغاية جراء القيود والإجراءات المتخذة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالقدس الشرقية والضفة الغربية. آلاف من الفلسطينيين وصلوا إلى المسجد الأقصى مرتدين الكمامات الطبية، حيث استبقت صلاة العيد بالدعوة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات وإحضار سجادة خاصة للصلاة والالتزام بالتباعد أثناء الصلاة. يعني للأسف هذا الوباء، يعني هذا الكورونا، أفقدتني جار عزيز جدا وصديق العمر، صديق لسنوات طويلة كنا معا، وأظن أنه يمكن لأول عيد ما بكون أنا وياه نصلي في هذا المسجد. يعني هذا وسمح بالصلاة في ساحات المسجد الخارجية والأماكن المفتوحة الأخرى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت تقارير إصابة 117 حالة جديدة بالقدس الشرقية و263 بالضفة الغربية المحتلة. الأعياد في هذا الزمن حقيقة أنها أعياد حزينة بالمقارنة مع أعيادنا السابقة، وخاصة نحن في فلسطين تجتمع علينا هموم كثيرة، يجتمع علينا هم الاحتلال ويجتمع علينا هم الكورونا. أما في مدينة الخليل التي تقع تحت إجراءات الغلق الجزئي أيضا، فقد أدى المئات صلاة العيد في ملعب كرة القدم مع شروق الشمس، وكانت الخليل قد سجلت النسبة الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالضفة الغربية. أما في قطاع غزة، فقد أدى المصلون صلاة العيد في المساجد، واصطف الأطفال في الشوارع لشراء المثلجات اللذيذة والحلوى القطنية. كما احتفل المسلمون من مختلف الجنسيات، حيث أدوا صلاة العيد في كل مكان. في إندونيسيا أدوا صلاة في مساجد وساحات معينة حددتها السلطات، بحيث تكون هذه الأماكن خاضعة لإجراءات التعقيم والوقاية اللازمة من أجل الإقلال من انتشار الفيروس. نتابع. وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، أدى المسلمون في إندونيسيا صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات في مختلف المناطق بالبلاد. وحددت السلطات الإندونيسية مساجد وساحات معينة لأداء صلاة عيد الأضحى بها، بحيث تكون هذه الأماكن خاضعة لإجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لتقليل انتشار الفيروس.
ووجهت السلطات المصلين بضرورة أن يقوم كل مصل بإحضار سجادة الصلاة الخاصة به، وبترك مسافة لا تقل عن متر بينه وبين الآخرين، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والابتعاد عن التصافح، بينما تواجدت عناصر من الجيش والشرطة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات. وفي مسجد الأزهر بالعاصمة جاكرتا تجمع أكثر من 1000 شخص لأداء الصلاة، واتبع أغلبهم العادات الصحية من ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي. أعداد المصلين هذا العام أقل بكثير من العام الماضي، وذلك بسبب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إحجام الكثير عن أداء صلاة العيد في المساجد بسبب قلقهم من انتشار فيروس كورونا. وكان المسلمون في إندونيسيا أدوا صلاة عيد الفطر في المنازل، حيث كانت المساجد والساحات وأماكن الصلاة مغلقة بسبب جائحة كورونا، إلا أن الدولة أعادت فتح المساجد في 29 من مايو الماضي في إطار التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التي اتبعتها معظم دول العالم. وسجلت إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة أكثر من 100,000 إصابة بفيروس كورونا، بينها ما يزيد عن 4,800 وفاة، وهو أعلى رقم في شرق آسيا. أدى عشرات صلاة العيد في ساحات المساجد في ألبانيا مع الصلاة خارج المساجد دون داخلها بسبب انتشار كورونا. كان أئمة المسلمين في ألبانيا قد دعوا المسلمين للاحتفال بالعيد مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات التزاما بالقواعد الصحية التي أعلنتها السلطات، كما احتفل مسلمو البوسنة بعيد الأضحى المبارك وحرصوا على تأدية صلاة العيد في المساجد المنتشرة في أنحاء البلاد. كان عدد من المصلين والمسموح لهذه الأعداد بأداء الصلاة مقيدا مع الالتزام بإجراءات صحية مشددة، حيث طلب من المصلين تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الطبية أثناء صلاة العيد. كذلك بالعاصمة الروسية موسكو احتفل المسلمون هناك بعيد الأضحى المبارك على الرغم من إغلاق المسجد الرئيس في المدينة بسبب جائحة كورونا، حيث اقتصرت صلاة العيد بالمسجد على شيوخ وعلماء الدين فقط. يذكر أن المسجد الذي افتتح عام 2015 ويتسع لنحو 10,000 شخص كان في السابق يتسع لعشرات فقط، أما شيوخ المسجد فكانوا يصلون على بعد من بعضهم البعض ويرتدون الكمامات الطبية. ومنذ بداية الجائحة سجلت روسيا ما يقارب 840 ألف حالة إصابة بكورونا المستجد وأكثر من 13,000 وفاة. تجتمع لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية وذلك للمرة الرابعة اليوم لتقويم وضع جائحة فيروس كورونا. يأتي ذلك بعد 6 أشهر من إعلان اللجنة وجود حالة طوارئ عالمية، فيما يحق للجنة في اجتماعها أن ترفع توصيات جديدة أو أن تعدل أخرى مع الإبقاء على حال الطوارئ للحد من انتشار الفيروس. ارتفع عدد مصابي كورونا في أنحاء العالم ليصير نحو 17.5 مليون مصاب، ومنهم أكثر من 677,000 وفاة، في حين تعافى نحو 11 مليون. ما زال فيروس كوفيد 19 أو كورونا المستجد يحصد الأرواح حول العالم. المكسيك أصبحت الثالثة بين الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات جراء فيروس كورونا في العالم ببلوغها عتبة 46,000 وفاة، حيث سجلت المكسيك خلال الساعات 24 الماضية 639 وفاة جديدة بالفيروس، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة لديها 416,179. أما في البرازيل فقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 57,837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 1129 وفاة جراء المرض. وبهذه الحصيلة
ترتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 91,263. وفي العاصمة اليابانية طوكيو زادت المخاوف بها بشأن عودة الإصابة بالعدوى في جميع أنحاء اليابان بعدما حطمت رقما قياسيا خلال يوم واحد للإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 463 إصابة جديدة. أما الولايات المتحدة التي تعد المتضرر الأول جراء الفيروس في العالم فقد سجلت 4,494,600 حالة واحدة منذ ظهور الفيروس بها، وقد ارتفعت هذه الحصيلة بعد تسجيل الولايات المتحدة 67,619 حالة إصابة جديدة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 152,055 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1,233 حالة وفاة جديدة. الصين أول بلد يظهر فيها كورونا. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 127 حالة إصابة جديدة بينها 123 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84,292 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,634 شخصاً. مشاهدينا الكرام، هذه نشرة ما يزال فيها المزيد ولكن بعد أخبار الاقتصاد. خاميني يرفض التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن البرامج الصاروخية والنووية. تحية مجددة، ذهب وأموال واقتصاد فقط مع ياسمين القفاص، إليها. شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية تتابعونا فيها، ولكن بعد قليل. أسعار الذهب ترتفع خلال التعاملات وتتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في 4 سنوات. البداية مع أسعار الذهب والتي ارتفعت خلال التعاملات وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري في نحو 4 سنوات. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليسجل 1967.53 دولار للأوقية، يرتفع ما يزيد من 10% منذ بداية الشهر الجاري، محققا أكبر مكسب شهري منذ فبراير 2016. واصل الدولار انخفاضه الكبير مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في 10 سنوات، إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأمريكي عن مساره بفعل صعوبات في احتواء وباء كورونا. ودعم ضعف العملة الأمريكية اليورو ليرتفع، إذ لمست العملة الأوروبية الموحدة 1.9 دولار، وهو أقوى مستوياتها منذ مايو 2018، لتسجل أفضل أداء شهري منذ سبتمبر 2010. تراجع مؤشر الدولار إلى 92.546، وهو مستوى لم يسجل منذ مايو 2018. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده قررت توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطع المعادن في إيران، تحديدا 22 مادة، وقال إنها تستخدم في برامج إيران النووية والعسكرية أو تلك المتعلقة بالصواريخ الباليستية.
وأضاف أيضا بومبيو أن هذه الخطوة تعد بمثابة توسع كبير للعقوبات الأمريكية ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية، ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل مثل هذه المواد إلى إيران عمدا على القائمة السوداء. أعلنت الصين اعتزامها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعي التصنيع وأيضا خدمة الإنتاج. من جهة أخرى واصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم إظهار علامات على انتعاش قوي في أعقاب عمليات الإغلاق التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا. سجلت فرنسا انخفاضا أو تراجعا تاريخيا تبلغ نسبته 13.8% في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثاني من العام الجاري بسبب وباء كورونا. قال المعهد الوطني للإحصاءات إنه لم يسجل منذ بدء قياس النشاط الاقتصادي الفرنسي الربعي انهيارا كهذا. وفقا للبيانات فإن انخفض استهلاك المنازل أكبر مكونات النمو 11% والاستثمارات 17.8% والصادرات 25.5%. وإلى أسبانيا حيث دخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود في الفصل الثاني من 2020 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بنسبة 18.5% وذلك بسبب وباء كورونا. حسب معطيات نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء كان إجمالي الناتج الداخلي قد تراجع بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام الحالي. وصلنا إلى نهاية وقفتنا الاقتصادية والآن عودة مرة أخرى إلى زميلي محمد ترك. إليك محمد. شريطة نعود إليك بعد قليل في أخبار الرياضة. بدأ اعتبارا من اليوم وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي إطار هذه الهدنة وهي الثالثة خلال 19 سنة من الحرب، أعلن الرئيس أشرف غني أنه أمر بالإفراج عن 500 من سجناء طالبان. غني أوضح في خطاب بمناسبة العيد أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء يشكل استكمالا لتعهد الحكومة بالإفراج عن 5000 من مقاتلي طالبان بموجب اتفاق وقعته الحركة مع واشنطن. وألمح الرئيس الأفغاني وطالبان إلى أن محادثات السلام التي كان من المقرر أن تبدأ في مارس الماضي قد تبدأ بعد عيد الأضحى. لإظهار حسن النية وتسريع محادثات السلام سنفرج عن 500 من سجناء طالبان ردا على إعلان وقف إطلاق النار لثلاثة أيام الذي صدر عن الحركة. وهؤلاء السجناء 500 ليسوا مدرجين على اللائحة الأصلية التي طلبت طالبان إطلاق سراحهم. طالب زندانيانو خوشكول إيلانو. استبعد الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامج الصواريخ البالستية والنووية الإيرانية داعيا الإيرانيين إلى مقاومة ما وصفه بالتنمر الأمريكي. استمرارا للتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، ندد الزعيم الإيراني علي خامنئي بالدعوات الموجهة إلى إيران لبدء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن أي اجتماعات ستكون هدفها فقط تعزيز أمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة انتخابه. واستبعد خامنئي إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامج الصواريخ البالستية والنووية الإيرانية داعياً الإيرانيين إلى مقاومة ما وصفه بالتنمر الأمريكي. وأكد الزعيم الإيراني أن أي محادثات جديدة مع أمريكا ستهدف إلى تقليل القدرات الدفاعية وتدمير القوة الإقليمية لطهران والتنازل عن الصناعة النووية الحيوية، مشيرا إلى أن الاعتماد على القدرات الوطنية وخفض الاعتماد على صادرات النفط سيساعد إيران على مقاومة ضغوط أمريكا. تصاعد التوتر المستمر منذ عقود بين طهران وواشنطن عام 2018 عندما سحب ترامب الولايات المتحدة من إنفاق نووي تاريخي وعاد فرض عقوبات قاسية من جانب واحد. وبعد التخلي عن الاتفاق أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران الحيوية من النفط وعطلت قدرتها على التعامل مع النظام المصرفي الدولي وضغطت على الحلفاء والمنافسين على حد سواء ليصطفوا معها. في غضون ذلك صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده قررت توسيع نطاق العقوبات على إيران للحد من إمدادها المعادن والمواد التي يمكن أن تستخدم في برنامجها النووي، ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل مثل هذه المواد إلى طهران عمدا على القائمة السوداء.
قال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي إن العاصفة إيزاياس اكتسبت قوة وتحولت إلى أعصار من الدرجة الأولى، متوجهة حاليا إلى أرخبيل البهاماز وولاية فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة. المركز أضاف أن الإعصار يقع الآن على مسافة 70 ميلا إلى الاتجاه الشرقي الجنوبي والجنوبي الشرقي من جزيرة جريت إناغوا، محملا برياح تصل أقصى سرعة لها 80 ميلا في الساعة الواحدة. ما يزال لدينا المزيد، ولكن بعد أخبار الاقتصاد. فلدينا مسبار ناسا في طريقه إلى المريخ في رحلة تستمر 7 أشهر. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بنجاح باتجاه المريخ الروبوت الجوال بيرسيفيرنس روفر، وذلك لاكتشاف أثار لجراثيم قديمة كان يعج بها الكوكب الأحمر على الأرجح قبل 3 مليارات سنة. بنجاح تام وفي اتجاه الكوكب الأحمر، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الروبوت الجوال بيرسيفيرنس المصمم لاكتشاف أثار لجراثيم قديمة كان يعج بها كوكب المريخ على الأرجح قبل 3 مليارات عام. وقد أقلع صاروخ أطلس 5 من إنتاج يونايتد لونش إيليانز في الساعة المقررة له من كيب كانيفرل في فلوريدا، حيث انفصلت الطبقة الأولى من الصاروخ بعد دقائق على الإقلاع قبل أن يدفع المسبار إلى مساره باتجاه المريخ. رئيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جيم برانستاين قال قبيل إطلاق الروبوت إن الوكالة الفضائية اعتادت دائما على إنجاز مهام استثنائية صعبة للغاية، وأن هذا الأمر ليس بجديد عليهم. وفي حال وصول المركبة دون أضرار في الموعد المحدد لها في 18 من شهر فبراير عام 2021، فستكون هذه المهمة 5 التي تحقق نجاحا في هذه الرحلة منذ عام 1997. وقد تم بناء الروبوت الجديد في مختبرات معامل فضائية شهيرة تابعة لوكالة ناسا في باسادينا بولاية كاليفورنيا، فهو يتمتع ب6 عجلات قوية وبسرعة فائقة وذكاء محسن وبخاصية القيادة الذاتية لمسافة 200 متر يومياً. من المريخ كان هذا آخر ما لدينا في هذه النشرة التي لم يتبقى بها إلا استعراض أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي. مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وسط تدابير مشددة لمكافحة كورونا. تمتعوا بكل صحة وسعادة وراحة البال، كل عام وأنتم بخير.